سيدي الدار البيضاء هجمت من طرف مغاربه قح، ليسوا اسلاميين كما يدعى او يد اجنبيه لا وجود لها. والان انا كنتمنى ان الحكومه المغربيه تبين للراي العام الداخلي والخارجي ما هي اليد الاجنبيه التي حركت الدار البيضاء. هي امر مغربي مغربي، ولا افوح باسبابه لانه مسائل مغربيه حتى نكون مغرب. وهذه المينه اسمح لي عافاك، اسمح لي من فضلك لانه لابد ان نبين. شحال تشد من واحد؟ كم القي على القبض؟ نعم 3000 واحد اللي حكموا و7200 الذين عذبوا وشردوا.